طبعا بالتفصيل، ولكن هم حاليا في النيابة، هنتوجه ليهم عشان خاطر ناخد أقوال أحد أقارب الزوجة. هحكي لكم تاني الحادثة سريعا. احنا في منطقة بشتين التابعة لمنطقة توسيم، في الزوجة والزوج اللي حصلت بينهم الحادثة بيسكنوا في الدور الثاني، البلكونة اللي فيها الملابس قدامنا. حصلت مشادة بينهم النهاردة، اتطورت لمشاجرة، والمشاجرة طبعا تطورت الى ان الزوج طعن الزوجة 3 طعنات، فنزلت الزوجة لوالدتها تستنجد بيها، وطبعا نقلوها للمستشفى والزوجة توفت. وطبعا تم نقل الزوج الى قسم الشرطة، وتم اخذ اقواله في محضر رسمي، وطبعا لسه هيتنقل كمان شوية للنيابة عشان ياخدوا اقواله. كنت معاكم هتزيل البنا من منطقة بشتيل. شكرا لحسن متابعة حضراتكم، تابعونا كمان دقائق هنجيب لكم احد اقارب الزوجة يحكي لنا الواقعة بالتفصيل. شكرا لحسن متابعة حضراتكم، والى اللقاء. اهلا بحضراتكم متابعين تلفزيون اليوم السابع من كل مكان. احنا معاكم هنا من منطقة بشتيل التابعة لاسم اوسيم، لنقل تفاصيل واقعة قتل زوجة على يد زوجها بسبب خلافات أسرية. الزوجة متزوجة من أكتر من 17 سنة، ابنها الكبير عنده 17 سنة، وعندها 4 أولاد من زوجها، وعايشة معاه في السعودية، وبيرجعوا القاهرة هنا أجازات فقط. حصل خلاف بينهم النهاردة، فاعتدى عليها الزوج ب3 طعنات بالسكينة، طبعا أودت بحياتها. الزوج والزوجة عايشين في الدور الثاني في البلكونة اللي قدامنا دي بالظبط، ووالدتها ساكنة في الدور اللي تحتها. حصلت المشادة أو الخناقة بين الزوجة وزوجها من ساعات قليلة في الدور الثاني، وحصلت خناقة بينهم تطورت إلى مشادة بالإيدين. بعد كده طبعا الزوج انفعل واعتدى على زوجته ب3 طعنات اتسببوا في جروح نافذة طبعا عندها في أماكن كتير جسمها. طبعا نزلت الزوجة عند والدتها تستنجد بيها، وراحوا بيها على المستشفى، ولكن للأسف الزوجة توفت نتيجة الطعنات اللي زوجها طعنها لها. احنا هنا في منطقة بشتيل التابعة لاسم أوسيم. طبعا جت الشرطة في الحال وقبضت على الزوج، والزوجة طبعا اتنقلت للمستشفى وتوفت هناك، والزوج حاليا في القسم. طبعا النيابة والشرطة، الشرطة اخذت اقواله، وفي انتظار التحقيقات مع النيابة واهل القتيلة، يعني والدتها معاها في المستشفى وبقية اهلها معاها حاليا في القسم، وهيتوجهوا للنيابة مع الزوج لأخذ أقوالهم عشان طبعا يتم التحقيق في القضية. طبعا الشاهد الوحيد أو يعني اللي شايف الواقعة في آخرها كانت والدة الزوجة، وهي حاليا مع الزوجة التي توفت في المستشفى. طبعا احنا كمان دقائق قليلة هيكون معانا أحد أقارب الزوجة، وهيحكي لنا ايه اللي حصل بالظبط، وهيحكي لنا تفاصيل الواقعة، وهننقلها لحضراتكم.